الإطلاق موقع سيدة تيمول يوم الأربعاء عدد من الفعاليات الملفتة، ومن ضمنها عروض أزياء لتصاميم جذابة ومتنوعة لثمانية مصممين. وكان من اللافت أن لكل عرض نكهة خاصة ومميزة. فبداية مع مجموعة مصممة العباءات السعودية عفة الدباغ التي ظهرت بصمتها لتعطي التشكيلة مظهرا راقيا يتماشى مع ذوق السيدة الخليجية وإطلالاتها. مصممات تمارا الجباني فقد استعرضت أزياء لجلابيات من الحرير والأحجار تناسب المرأة الرشيقة وتعبر بألوانها عن الفرح والاستقلالية والقوة. I actually think it's a great new progression for Sayedity to have the e-commerce website. I'm very proud to be a part of it and I'm excited to see how it goes into the future. مصممتين ميهر وريديما عرض خاص، حيث قدمتا مجموعة من فساتين السهرة الأنيقة بألوان الباستيل والأحمر الفاتح. ومن العروض المميزة والجريئة كانت للمصممة كريستينا التي استخدمت في تصميماتها الأقمشة الذهبية اللامعة، ويجمع هذه الفساتين الحزام الذي جعلته المصممة علامة فارقة على الخصر. وللمصممة السعودية إيمان سحيم نصيب من العروض، حيث اعتمدت في تصاميمها على قماش التفتة بشكل خاص بالإضافة إلى الدانتيل في بعض الأزياء. عرض لداركارا الذي اتسمت تصاميمه بالطابع الهندي المعروف بموديل القطعتين، وتم اختيار الأقمشة الحريرية المطرزة بمهارة الشرق. ومن التشكيلات الخاصة والتي تعرض حصريا على موقع سيدة تيمول، كان هناك عرض لدار الأزياء اللبنانية البرازيلية آفا فاشن الذي قدم تصاميم مميزة بألوان قوس قزح، وتميزت عارضاته بارتداء قبعات من نفس لون الفستان تغطي ملامح الوجه. ما كتير في شك، ما كتير في أمور مركزين على أكثر من الكولرز، متبعين كل الباستيل كولرز والرافلز والفوليوم. واستعرضت مصممة الأزياء الإيرانية رحيل حسن مجموعتها الحصرية بأسلوب ساحر وأنيق يعكس ذوقا رفيعا وشغفا بعالم الموضة والخياطة الراقية. I'm a creator person, like I create things. So usually even once when I'm drawing or I see something, it's really really inspire me. هذه الأزياء وغيرها يمكنكم شراؤها الآن من منزلكم فقط عبر زيارتكم موقع سيدة تيمول للتسوق الإلكتروني.